Mafia, mafia, mafia. Mafia, mafia, mafia. انتوا عندكم دلوقتي لجنة امتحان. اقسم بالله اللي اسمعه بيتكلم فيكم هطلعه بره. تمام؟ لجنة شغالة كده خفيفة وامتحان بالراحة، بس أهم حاجة بس انتوا إيه؟ ما تعملوش دوشة في قلب اللجنة، لأن أقسم بالله الناس ما حسيته في اللجنة هطلعه بره، تمام؟ تمام، ماشي يا حبايبي؟ يلا يا حبايبي، مش عايز أصوت خالص. مفيش حد هنا، بتنادي على مين؟ لا كده ثانية واحدة، أمال فين أقعد إيه؟ سافر. سافر؟ طب محمد إيه؟ هاجر. هاجر؟ طب حسن إيه؟ بياكل. بياكل؟ طب نادوه؟ قولوا له أبوكم محتاج في امتحان أحياء. بسم الله. يعني الامتحان ده يعني حاجة بسيطة، على جالي امتحان؟ الله خلصته في اقل من 6 ساعات. يا استاذ انور السادات ما تتكلمش ما تتكلمش، هطلعك بره. ولد في ايه يا ولد؟ هو الامتحان جه محدش قال لي يعني، ولا انت عايزين نسهر بقى ولا ايه؟ لا بجد يا ولد انا ولسه بتتكلم. قوم يا ابني، قوم قوم يا لمي، قوم ناديني المدرسة، ناديني المدير، ولا اقول لك ناديني الاخصائي، ولا اقول لك اقعد يا لمي. احنا هنبدا نحل، انا هحل اهو، هحل اهو، هحل. وانت بتتكلم ليه؟ ما تتكلمش، اطلع بره. بره. ده بقول لك واحد منهم. ما تزعلش كده تستحي عشان ما بغلبش. خلي بالك. تم
وصول صاروخ اللجنة مش عارفين جا من أني داهية، والمدرسة كلها ولعت وشفنا الموت بعنانا، لحد ما ربنا بعت لنا الفقير إلى الله أحمد السقا ولقيناه طالع بعربية كهرباء وأخدنا واحد واحد من الشبابيك. الله يعمر بيتك يا سقا. انا مش عارف لو كان حصل لي حاجه كنت هتعمل المصلحه اتنين ازاي، هتجيب امير كهربا ولا ايه؟ طب ده كلام